السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أسامة من قناة دراغون. كما العادة بعد كل سحبة نرجع إليكم بفيديو أقوى من السابق، واليوم رجعت بأقوى سلسلة بالقناة، سلسلة توب لابتوبز لسنة 2020، وسوف أقدم لكم أفضل 5 لابتوبات لا تتعدى 7 ملايين. وبمناسبة لأعزائنا الطلبة وكذا جميع الفئات، إذا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك والاشتراك ليصلك كل جديد. لا ندخل في صلب الموضوع، أريد أن أوضح أن أسعار الأجهزة تختلف حسب المواصفات التي تأخذها بجهازك، وثانيا أنا أفضل هذه الفئة السعرية من الأجهزة لأدائها الطبيعي والمتوسط مقارنة بالأجهزة الضعيفة ذات السعر المتدني. يعني باختصار أصبر وأشري حاجة تناسبك. الافتتاح راح يكون مع Acer A15، اعتقد انني ذكرت هذا اللابتوب من قبل. ان كنت تريد تفاصيل اكثر يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بمراجعته على قناتي. الصراحة ارى انه جهاز مناسب ولطيف، واعجبت كثيرا بالمواصفات التي يقدمها مقارنة بسعره الذي يتراوح من 4.5 ملايين حتى 6 ملايين. ننتقل بعدها الى Asus Vivo Book الذي دائما انصح به للمواصفات الاسطورية التي تقدمها Asus للمستخدمين، وكذلك الشكل الجذاب الذي يعطيك تجربة جميلة وفخمة مع هذا الجهاز. سعره يتراوح من 5 ملايين حتى 8 ملايين. ثالثا عندنا جهاز Acer Swift 3 الذي هو كذلك اعجبت بتصميمه الجذاب والفخم، ودون ان اتغاضى عن تجربته المميزة والسرعة التي يقدمها معالجه من الجيل السادس والذي يأتي بحجم 13 انش. اعتقد انه يناسب الكثير من الطالبة في التنقل والعمل عليه في أي مكان. عيب الجهاز يكمن في سعة التخزين 128 جيجا بايت التي أعتقد أنها لن تناسبك في تحميل الكثير من المستندات عليها، ولكن يمكنك حل المشكلة عن طريق اقتناء قرص خارجي. سعر الجهاز 4.800 ملايين. الآن سوف أعرض عليكم تحفة مايكروسوفت السيرفس برو جو التي تسمح لك باقتناء تابلت ولابتوب في وقت واحد، لأنه يمكنك تسجيل الملاحظات والاستخدام في أي وقت ومكان حسب الرغبة بدون أدنى صعوبة، ومع مواصفات رهيبة تأتي حسب اختيارك. الصراحة هذه التحفة تستحق الاقتناء، ولكن العيب أن كل شيء جميل يكون غالي طبعا. سعر الجهاز يتراوح من 48 حتى 8 ملايين. نختم قائمتنا بالشركة التي لطالما ساعدت المبرمجين وطلبة الإعلام الأهلي، شركة لينوفو 330S الذي يتميز برامات 8 جيجا بايت تسهل عليك الوصول والعمل على المشاريع بدون لاج كبير، وذلك كما تعودنا من شركة لينوفو وقدرتها على تشغيل السوفتوير بقوة. قبل ما نكمل الفيديو حاب نشكر هواية ادفيرس اجنسي لاستقبالهم. المهم اللي خاصو ادفيرس او ديزاين او ستيك او لوجو يتصل بهم، راح نخلي لكم الحساب نتاعهم في البايو. وثاني حبيت نشكر وورلد اوف تكنولوجي، صفحة انستغرامية تقدم لكم بزاف فايس ملاح على التقنية، ثاني حية للتسريبات، مهم حتى انك اذا حبيت تعلم الاختراق اضرب دورة عندهم، غير هما اللي راح يعاونوك. وديديكاس ليكم شهاب ومحمد ومهدي، كملوا خدمتكم. وثاني صاحبي زينو SDZN. وإلى هنا أعتقد أنني قدمت فيديو السنة توب بادجت لابتوبز. المهم لو كنت محتار أو عندك مشكلة لي لا تتردد مراسلتي بحسابي دراغون أسامة الذي يظهر لك بالشاشة في الانستغرام أو أسامة وسيم. ولو عندك أي تعقيب أو تعليق أو تشجيع أتركه بالتعليقات، وهيا بيس أوت.